مستمعي الرياضيين والشقية لا تغفل عليكم، مرحبا بكم. لويكا لويكا للسبور للسبور، الرياضة الرياضة، المباريات المباريات، لي ماتش لي ماتش. شفتونا ماروكين نعرجو عند أشرف العوني. أشرف العوني من سريع والزم ياك أشرف، لك الخطة. اذا شكرا اخي نوردين، يعني بدايه المقابله بين فريق سريع وزم والرفيق البيضاوي. نذكر فقط بالتشكيل اللي كيدخل بها فريق سريع وزم لهذه المقابله. حرس المرمى محمد بوجات في الدفاع، فلمن الوردي هو حيبور على الطرفين وعلى الرواقين، هناك خليل كوليبالي وبشايين على وسط الميدان، هناك الورداني والصفصاف هو عبد الله الماضي في الاجنحه، عبد المولى بالرابع هو ديارا، وفي الخط الهجومي والذي اعتمده المدرب المصري مصطفى يعتمد بالنسبة لتشكيلة فريق الرفيق البيضاوي، نجد كل من الحارب نوفا رشيد حيبان على المهري في الدفاع، وصل محمد في الدفاع كذلك على الأرض الربيع محسن ولمسن أمين في وسط الميدان، عبد المولى يونس وكذلك اللاعب آدم الدراوري، كذلك تقدمهما الدروبي أمين وحكي عبد الوحيد وبستان عمر، وعلى خط الهجوم الوداني الصافي ثاهو كيكتوري. بالنسبة للحكم التحكيمي يقود المقابلة حكم الساحل حكم عصبة غرب الشمير الجزائري، ساعده كل من عيد عبو الشام والبرنامج زكريا، يعني دقائق قليلة على الثلاثة المقابلة، يعني قبل يعني أن تتم يعني المراسيم الابتدائية، يعني المقدمة في المقابلة في نقطة، يعني مقابلة عن أسفل ترتيب، يعني قيمة أسفل ترتيب، بحيث أن بيع وزن يبحث عن وسيلة وعن مخرج للخروج من هذا الوضعية، في حين أمرات يعني تتأزم أوضاعه حاليا، يعني ربما آخر مقابلة يأتي يعني بتعادل من ميدان امام فريق الفتح الرباطي، في حين حاليا هو يبحث خارج الميدان عن فوز، يعني ربما يحاول ان يدمج به ماء الوجه ويذهب به بعيدا يعني من المراتب المتاخره التي تقود الى قسم ضريبة. يعني شكرا لي بقيت الا دقائق قليله على بدايه المقابله تدين فريق سريع والضم، وكذلك فريق الرفيق البيضاوي للتذكير فقط، يعني سريع والضم تعاقد مع المدرب المصري طارق مصطفى اللي كان فوقات يعني تجربه رفقه الفريق الجديد. نعم اشرف كشكوك اشرف هو المقابله رفقه الدفاع اشرف كشكوك اشرف هو مرحبا نعم أشرف، وسنعرج على مدينة أكادير لمعاينة مباراة القمة بين أكادير واتحاد طنجة. شكرا لك أشرف، ونعود إليك بعد نهاية الجولة الأولى. نعم مستمعي الرياضي والشقي الرياضة، مرحبا بكم، مرحبا بكم في إذاعة فولتيغ. نعرجو عند المحجوب الذكي ولمعاينة المباراة القوية، المباراة القوية بين فريقين حتمية أكادير المحتل المرتبة الثانية وفريق اتحاد طنجة المحتل المرتبة الأولى. نعم محجوب هل تسمعوني؟ محجوب هل تسمعوني؟ لك الخط محجوب. Thank you.
Thank you.
في وسط البلدان كعمل الصحة دائما الحياة هنا هو دائما على الجانب
الان يبدأوا في العديد من الطريق ملعب الكرة ليعطل الأمطار والمسافات القانونية مستمعين الكرام الحكم السيد محمد رحيم يحكم في حكم السعودي منتخب قانون أفريقيا حسنية أبدية تلعب الكرة بسرعة
أول حديث بعد مرور السبيل
Oh,
والزاوية الثانية لزاوية الحسن بهدفين بعد مرور الدقيقة الخامسة والعشرين. كما قلت لكم مستمعينا الكرام مباراة جميلة جدا والأجمل والأروع. هذا الجمهور الذي يؤسسه ولعب الزاوية الثانية الحسن بهدفين تحت منطقة الجزاء. نقول الدفاعات فرقة عطنطا إلى زمان. هذا ما نريده مستمعينا الكرام. تكون المباراة جميلة جدا بعد هذا الهدف لأن حتى الظواهر فرقة عطنطا فهي في الجزء رغم يعني تأخير الفريق المتأخر على الاتحاد على قيمة الحكيم الجديد كريم بعد من الجريفة كريم البطاوي الحكم لا يكون ضرب خطأ في الاعتزالات لفائدة فريق عطنطا يلعب الكرة من الجهة اليمنى رضوان الخليل ثم المرابط رضوان يطرق الكرة إلى العرضون حمر العرضون هو من الجهة اليمنى وما زالت هجيري في المدرسين صراحة تنطلق مع الشارع مرحلة الجهة جديد بالفعل عنده هجيري في المدرسين واحتفالية كبيرة والكرة في وسط الميدان بين بيت حسن زا والحكم ساري في جميع حراراته أي جميع على أهل وهذا ما يمنعه للمستمعين الكرام في جمعان مع اللاعب رقم 17 والمحسن النهوي الكرة في وسط الميدان المرا فريق حسن التجديد يذهب خصوصا وان فريق عطنطا الذي كان له حضور على طرف الدفاع يدخل الجناح في منطقه الجزاء امامه ايوب الخلقي يتريض يتباطا امامه اللاعب ياسين رامي يلعب الكره جميله عرضيه جميله كما يقول يا سلام بالفوضيات ويحميها لاعب رائع يحميها لاعب فريق حسن التجديد سداد القراوي في مبادئه وياسين رامي الذي يعطي الكره الى كريم البطاوي الذي يحكم المساعد الاول الشيخ يحيى النواري يقول تسلل في فريق حجي عطنطا ما نرى بطبيعه الحال هذا المد الكافي والمد الهجومي في فريق حجي حسن التجديد المستمعين الكرام كالفعل قلت لكم منذ بدايه هذه المباراه في ارضيه المعز ما حصل هدف واحد امر ارتفع فقد حصلت النبي لا يحدث ساكنا ولا يتجاوز وسط الميدان رغم تاخره بهدف اللاعب كريم البطاوي ومنذ الدقيقه 22 على الامتحان سبب لفائده فرق الأولية للاعب أيوب الشاكري ومن خلال أن قلت
أمر أبو الدار بأن تلعب الكرة إلى مسددة لكل لاعب من طرف لاعب فريق حسن إذا جدير للسماء يخلص الكرة اللاعب كريم بعدي ولاعب حسن إذا جدير يعني طرف سيطرته على لاعب في الحاجة طامسة شخص رهيب جدا خصوصا بعد أن اللوحة المرسومة Thank you.
كما قلت لكم
وسماح الكبير لمن يصح عدد 30,000 متفرج هنا في مركز البلاد في مدينة الجليل على الاتحاد هذا الخطأ لبيت الحسن الجليل وراء كرة من الجليل الدولي لاعب صالح منطقة الجزاء تسجيل عند اللاعب الغشناوي لكن في الأخير للاعب من صالح الذي لم يلعب الكرة خاطئة لم يغلي لوحده لا يعمل شيء لأن دفاعات صالح حسن الجليل يصف وضع بسرعة فضع بعد ضياع الكرة في وسط الميدان الأرضون يتقدم أمامه اللاعب لكن بالخبرة السنين وخبرة القوة الكبار وجود رائع للاعب يحيى الرامي كان يساعد الرجال يتوصل سريع سريع اللاعب رقم 2 من المرابط رضوان لكن بدون مساندة ويقول الحكم خطأ خطأ في سيدة فريق الاتحاد قام قبل اللاعب المرابط رضوان على بعد 30 متر الى 40 متر على بعد بعيدة على الحارس عبد الرحمن المواطن الحضاري من الاتحاد قام لرحمن انه لم يحمد الا وحاول سامح للتسجيل لمسلمين الفراق وهذا العمل الدقيقة الأخيرة هو سنعرف في هذه اللحظات الحكم الرابع سيعلن عن سن الوقت أمام مستمعينا الكرام السيد عبد الله بن عبد الأباقة دقيقتين كوقت من الضائع مستمعينا الكرام فقد خطأ لفائدة الاتحاد طنطا من هناك وراء الكرة اللاعب حمودان أو هذا اللاعب النقلي داخل منطقة الجزاء صحة اللاعب الحكم يقول الآن داخل منطقة الجزاء يراوي رقم 15 لكن تدخل دفاع فريق حسين الجليل نظام الخطا لكن اردني يلعب الكره للاعب لكن ضايع لتخرج في تمام تلعب الكره وسام الغريب دقيقتين او دقيقه تلعب وقت من الضايع مستمعين الكرام ولعب الكره لحمودان لكن تخرج لا تخرج من الزاويه اللاعب يحسن الرامي يبعد الكره الى بر العمل والاستقبال في الثلاثي فائده حسين الجليل فائده حسن هذا الاخير في ادنى في هذه اللحظات لكن بعيدة عن اللاعب يعطي النقلي في الهرب للتمام بفائدة فريق حسن الجليل في هذه الحلبوبي يلعب تمام ويربح بضع ثواني لان لم يتبقى الى ثواني قليلة مستمعينا الكرام ليعلن الحكم عن نهاية الجولة الاولى دقيقة من اللعب منها ثواني الاخيرة عمر العرزوري يلعب الكرة امام الخطأ لجنة اتحاد طنطا وما زالت الصيحات تتعالى صحيح ومن رماية الحال ومن ما لا تستطيع الصيحات تصلكم الاخطاء تصلكم خصوصا بطرف جماهير حسن الجليل تلعب الكره ضربة خطا لزيد بستان الغريب الكل يمني النفس الكل يترقب داخل منطقة الجزاء تدخل يمني النفس من الصامي مرة اخرى عند اللاعب الرخ خليل تبيعه في اسم مسجد السريعه تعرف صعب هذا اللاعب على طريقه تبيعه في قطار يربح بضع ثواني او بضع ثواني في هذه الحصل عن هذه التسجيل الاولى على اللاعب رقم وسام الغريب حمودان وفي هذه اللحظات مستمعينا الكرام يعلن الحكم السيد عبد الرحيم يحكم بالعشرين بالجمله الاولى وفريق حسن الجليل بهدف الوصفى وتحياتي لكم مستمعينا الكرام وحياه المؤمنين وصلنا بالجوله الثانيه التقيت مره اخرى وعطينا حتى للزميل نبيل الكرام نعم شكرا لك محمود ذكي بخطه مباشره من الادراء للتعليق على مباراه فريق حديث الجليل واتحاد طنجة نعرج عند اشرف العوني نعم سنعرج عند اشرف العوني لقيل الجديد سريع والزم نعم سريع والزم اشرف العوني فريق رفض والضم كما قال تحليا أسعد العوني أن قال لك أن فريق والضم تسمي على أول مباراة بين دولية في المغرب هي بين فريق والضم وفريق رفض فيينا فلهذا حب الفريق والضم مع العلاقة ديالو مع فيينا ربط الفريق ب فريق رابيد فيينا فليس سمي الفريق سريع والزم رابيد والزم سنحاول رابط اتصال
بأشرف العبدي لحديث عن فريق وزم سريع وزم هذه البطولة الوطنية المشتركة تغطية خاصة لإذاعة فولتير ويكاند سبور. وتعلموا بأن البطولة البلجيكية موقفة لأن المنتخب البلجيكي له مباراة يوم الثلاثاء أمام المنتخب السعودي. ونحن في ربط اتصال بأشرف العوني، للأسف لم يرد أشرف العوني، ونبقى مع استراحة ونعود إليكم بعد قليل.